لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعين الكرام بحبكم جدا وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة إن شاء الله جاي أعالج مشكلة ناس كتير جدا، ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة ياريت تنورين باشتراكك، وكمان تفعل الجرس ليصلك كل جديد. لايك وشير للفيديو إذا عجبك. رمضان كريم والله أكرم. ناس كتير جدا عشان تشوف شعرها جميل بتلتجئ للاستشوار للمكوة، ولكن النتيجة ما بعد المدة اللي طبعا الاستشوار بياخدها بياخد أسبوع، المكوة بتاخد أسبوعين محافظة على الشعر، بيكون الصدمة. كتير مننا جدا شعر بيتأذى، وفي أكتر من صالون تجميل لو انت رحت عملت عنده مكوى أو استشوار شعرك بيتحرق. طب في الحل ده احنا نعمل ايه؟ في الحل ده ان احنا لازم نعمل حمام كريم. انا النهاردة جايب لكم حمام كريم، تمام؟ ده حمام كريم بخلاصة زبدة الشيا، من أنظف أنواع حمام الكريم اللي ممكن تكون موجودة للنوع ده من الشعر، تمام؟ اهو ده تمنه 80 جنيه، وممكن جدا ان يختلف تمنه من مكان لاخر، تمام؟ طريقة استخدامه علشان نحافظ على الشعر وان هو يرجع زي ما كان سهلة جدا. اول حاجة بتغسلي شعرك كويس جدا، بتنزلي منه الزيوت اللي موجودة فيه. تاني حاجة بتاخدي بالمشط ده كده وتمشيه على فروة الشعر. بعد ما بتمشيه على فروة الشعر بتقسمه الأول للشعر الأكتر من جزء، والأفضل طبعا إن هو يكون مشط خشبي، بس أنا عندي حاليا اللي هو البلاستيك. بتقسم الشعر الأربع أجزاء وبتبتدي تنزلي عليها حمام الكريم. بعد كده لو أنت عندك الفوطة السخنة اللي هي بالكهرباء دي استخدميها، مش عندك استخدمي البوني. مش عندك البنية بسيطة جدا، فوطة سخنة، فوطة دافيانة، وبتلف بها شعرك لمدة معاكي من بالذات زيت الشيا، زبدة الشيا دي ممكن تحطها من نص ساعة لساعة لتمن ساعات، مش هتأثر على شعرك تماما. والأفضل كمان ما تقوليش هعملها مثلا وانام، لا احنا عايزينك تعمليها وانت صاحية. بعد كده بتغسلي شعرك ببلسم، بتغسلي شعرك بحمام كريم برضه، ما بتغسلوش بالشامبو. خلي الشامبو دايما عادة عندك كده مرة كل اسبوع، ولو تقدري تستغني عنها هيكون افضل واحسن، لانه الشامبو بيبوظ فعلا الشعر. لكن لو انت اعتدت ان انت تغسلي شعرك بحمام كريم هيكون احسن بكتير، هتلاقي شعرك مرة في مرة تخلصت من الحاجة اللي هي بتزعجك فيه. بتعملي الحمام الكريم لو انت شعرك واصل لمرحلة الحرقان وبايظ جدا، بتعملي حمام الكريم يوم بعد يوم. لو انت شعرك خشن وناشف بتعمليه مرتين في الاسبوع. لو انت عايزه تحافظي على شعرك كده وبس بتعمليه مره في الاسبوع. بيقعد معاكي كتير جدا. اهم حاجه انك تحطيه شعرك من الجذور حتى الاطراف، دي اهم حاجه. وكمان يا ريت تستخدمي حاجه كويسه، لو نوع زيوت انت متعوده تستخدميه حطها كده عاده. لو احنا مثلا عندنا فرشه اسنان، فاحنا دايما بنغير فرشة الاسنان علشان البكتيريا بتكون حفظتها زي المعجون بالظبط زي زيت الشعر. ما ينفعش ان انت تفضلي ماشية على سيستم واحد لزيت الشعر، ما ينفعش نهائي، لازم ان انت تغيريه كل فترة، تمام؟ فحبيت ان انا اتكلم النهاردة على الناس اللي هي عندها مشكلة في الشعر زي اللي انا ذكرته بالظبط. لو عندك احد المشاكل من دي، شعر هايش محروق بوظت لأي سبب من الأسباب، الحل هو حمام الكريم. وبما إني بحب دايما إن أنا أتعامل معاكم بضمير، فحمام الكريم اللي أنا برجحه لكم هو اللي أنا جاي معايا النهاردة. يا رب وصفة النهاردة تنال إعجابك، ولو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب. متابعين الكرام دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.